أنا آسف يا سيادة اللواء إن أنا ولعت سجارة في وجودك. أنا منكرش يا سيادة اللواء إن أنا تهزيت شوية من جوايا بعد ما عرفت اللي عمله مع البنت، واللي أدهشني أكتر إن أنا سمعت البنت وهي بتدعيله. مع ان واحد في ظروفه دي المفروض يبعد عن المشاكل بقدر المستطاع، بس غريب قوي. بس كل ده ملوش علاقه بالقضيه بالمناسبه يعني، وبرضو مش معناه ان سليم مجرم. ما هو ياما في مجرمين بيطلعوا فلوس لله، تجار مخدرات خارجين على القانون، قتله، فاتحين بيوت ناس غلابة كتير قوي، بتبرعوا بفلوس لله كتير. ما هو سيادة اللي هو زي ما اتعلمنا مفيش شر مطلق ولا خير مطلق، يعني في حد بيعمل شر على طول ولا في حد بيعمل خير على طول. يعني مش معنى انه عمل كده مع البنت انه معذبش الواد لحد الواد ما مات في ايده. بس برضه مفيش حد قال انه تعمد يعذب الواد لحد ما يموته. يمكن الواد استفزه شوية، يمكن هو كان مزنوق في رشين والشيطان لعب في دماغه. يمكن ضغط على الواد شوية ضربه، الواد مات في ايده. انت ايه رأيك يا سيادة اللواء؟ Watch it. How am I?